يسعد أوقاتكم من جديد مشاهدينا ومتابعين قناة أهل الدار، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج أبناؤنا على دروب الخير اللي عم تتابعوه أسبوعيا على قناة أهل الدار. قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم كيف يخالل. الصحبة الصالحة هي من أهم الأمور اللي لازم نعلم أبنائنا عليها، كيف يختاروا أصحابهم، كيف ينتقوا أصحابهم، كيف يتعاملوا مع أصحابهم، وليش لازم يختاروا الأصحاب المناسبين لهم. بهي الحلقة رح نتعرف على أهم الفوائد للصحبة الصالحة، وكيف الأبناء أصلاً رح يقدروا أنهن يكون أصحابهم صالحين، أصحابهم من الفئة اللي هي بتدعو للخير، اللي بتدعو لطاعة رب العالمين، اللي بتدعو للإيمان، اللي بتدعو لكل شيء حسن ممكن أنه يعملوه الأبناء. ما بننكر أبداً أنه ممكن يمر الابن بمرحلة من المراحل يصاحب فيها أصحاب السوء، فنحن دورنا كأهل أنه ننتبه كتير منيح ونراقب علاقات أطفالنا من هن وصغار، من هن سن الطفولة، ونعلمهم على حسن الخلق وكيف يختاروا وينتقوا الأصدقاء اللي هن فعلا يدعوا للخير. أولا بالقدوة، أنه نحن نكون أصدقاء لأطفالنا من الصغر ونكون قدوة لإلهم باختيار وبانتقاء الأصدقاء، ونكون الصديق الأول لأطفالنا حتى نقدر نوصلهم فكرة تواجد أشخاص ورفاق وأصحاب للروح قبل ما يكونوا أصحاب للعقل والجسد. فلهيك خلينا نعرف شوية فوائد الابن بياخدها من الصحبة أو من الصاحب الصالح. أولاً النجاة يوم القيامة. النجاة يوم القيامة يعني لما بيكون الصاحب يدعو صاحبه إلى الإيمان، إلى طاعة الله، إلى ملء وقت الفراغ بالعبادة، بالطاعة، بالأحاديث المفيدة اللي هي فعلاً بتدعو لرضا الله سبحانه وتعالى، فإذا هو عم يدعوه إلى الجنة، عم ينجيه يوم القيامة من الوقوع أو الوصول إلى نار جهنم، عم ينجيه من هو بالدنيا، عم يدعوه للخير، عم يدعوه للطاعة، عم يدعوه للصلاة، عم يدعوه للأحاديث مثل ما قلنا المفيدة اللي هي عم تعطيه كتير من الحسنات، عم تعطيه كتير من الوقت المفيد. فبلش الابن هون ياخد وقته أو يعطي للوقت أهمية، يعطي للوقت نوع من القيمة، قيمة الطاعة، قيمة الإيمان. قد إيه أنا بكون مبسوط أنا وعم طيع رب العالمين، وإنما في فئة أخرى من الأصحاب بتخليك تكون مبسوط لما بتكون عم تبتعد عن رب العالمين، لما بيدعوك للتدخين، لما بيدعوك لعدم طاعة الوالدين، لما بيدعوك لا سمح الله يبعدوا عن الجميع شرب الخمر، لما بيدعوك للمشي بطريق السوء. فإذا الصاحب الصالح هو ينجي صاحبه يوم القيامة. ثانيا الانتفاع بدعائهم بظهر الغيب. تخيلوا انه نحن بننتفع من دعوة صاحبنا، من دعاء صاحبنا لنا بظهر الغيب، واكيد الصاحب الصالح هو اللي بيدعي لصاحبه من قلبه، هو اللي كل ما دعا لنفسه بيتذكر صاحبه، اللي كل ما تذكر نفسه باي طاعة بيذكر صاحبه فيها. ثالثا التخلص من العادات السيئة، مثل ما قلنا ببداية الحلقة الصاحب ساحب. فلما أنا بيكون عندي عادة سيئة ممكن كتير صاحبي يأثر فيني أكثر من أمي وأبي، صاحبي يبعدني عن هي العادة السيئة أكثر من أمي وأبي، أكثر من أي شخص آخر، لأنه الصحبة
والصداقة قيمتها كتير كبيرة، قيمتها كتير عالية ما بتتخيلوا. وأكيد أكتر شيء بلاحظوها الآباء والأمهات اللي عندهم مراهقين، قديه هذا المراهق متعلق بالصاحب، قديش هذا المراهق بيتأثر بكلام صاحبه وبينجر ورا صاحبه وبيعمل مثل صاحبه وحتى بيقلد تصرفات صاحبه. فالصحبة والرفقة لها دور كتير مؤثر بحياة الإنسان. الانتفاع بمحبة الله سبحانه وتعالى لمحبتهم. رب العالمين قال: وجبت محبتي للمتحابين. خلينا ننتبه، وجبت محبتي للمتحابين. سبحان الله، رب العالمين أوجب محبته للأشخاص المتحابين والمتجالسين فيه، يعني الأشخاص اللي بيتجالسوا ويكون الجلسة هي كلها عن طاعة رب العالمين والحديث عن الأخلاق والقيم وطاعة الله سبحانه وتعالى، والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. يعني هذا 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 الكلام قديش فعلا بأكد على قيمة المحبة بين الأصحاب، قيمة المحبة حتى بالمجالس. أنا لما بجلس مع أي شخص، لما بتعاطى مع أي شخص وبنشر المحبة مع أبنائي مع أصدقائي، قديه إلى قيمة كبيرة. حتى رب العالمين أوجب محبته للأشخاص المتحابين. أيضا التشبه بهم ثمرة من ثمرات مصاحبتهم، مثل ما قلنا من شوي، الصاحب يتأثر بصاحبه أكثر مما يتأثر بعائلته، أكثر مما يتأثر بمحيط أسرته. أمر كتير مهم، خير معين على تخفيف الهموم. الصاحب الحقيقي هو من يسحب من طاقته ليعطيك طاقة إيجابية. كثير من الأحيان يكون الصاحب منهار، يكون الصاحب مليء بالهموم، عنده هموم ومشاكل كثيرة، ولكن بالمقابل لما بشوف صاحبه صديقه عنده هموم أو عنده مشكلة معينة وإجي لحتى يحكي له إياها، بتلاقيه بذل كل جهده ليعطيه من طاقته، أخذ من طاقته هي ذرة الطاقة الإيجابية اللي يمكن بقيانة عنده وعطاها لصاحبه. تبادل المشاعر، الاحتواء، احتوى الصاحب، فعلا هذا هو الصاحب الحقيقي اللي بيعطي كل ما لديه لصاحبه، بيعطي من وقته من طاقته من محبته من حتى بأكثر الأوقات اللي يمكن هو بحاجة لحتى يكون في عنده شخص تاني هو يسمعه، ولكن بتلاقيه هو عم يسمع. هذا هو صديق الروح، هذا صديق الروح تمسكوا فيه لا تبعدوا عنه أبدا. بالنهاية العون والحماس على الطاعة، حكينا عنها كتير برجع بأكد عليها بنهاية الحلقة لأنه فعلا كتير مهم. أنا رايح صلي فبيقوم بيصلي معك، أنا المسرة عندي قراءة الجزء الثامن من القرآن الكريم رح أقرأ معك، أنا اليوم في عندي جلسة جلسات الطاعة والخير رايح بروح معك، فبيدعوا بعضهم للخير. هيدي النوع من الأصحاب حتى نحن ككبار إذا موجودين عنا نتمسك فيهم كتير، وإذا ما كانوا موجودين خلينا ندور عليهم فعلا، وخلينا نعلم كمان أطفالنا وأبنائنا على انتقاء الصاحب الجيد، على انتقاء الصاحب اللي بيشبه الصفات اللي حكيناها من شوي. وبنهاية حلقتنا مشاهدينا بدي أتشكركم كتير لاستماعكم لمتابعتكم، وإن شاء الله بتشاهدوني بحلقة جديدة الأسبوع القادم. ضلوا بألف خير، مع السلامة. Thank you.
قناة أهل الدار قناة.